السلام عليكم خوتي اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا، كنحييكم كل واحد باسمه باي مكان كنتو. في هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم على واحد المشهد شفتو، ولكن في البدايه ما كنقولناش لحد يقولوا لي بالصحه وراحه، بغيت نقول لهم يعطيكم الصحه انني مشيت عند الحجام بعد مده طويله من الزمان لدرجه ان الحلاق اشتاق لي واخذنا صوره تاريخيه بهذه المناسبه السعيده. المهم اخواني، بينما انا جاي داخل الدار اذا كنشوف واحد المشهد ربما هو مألوف هنا في دول اوروبا، لكن ربما هو يعتبر من السابع مستحيلات في دول بحال المغرب. امرأة خارجة هي والكلب ديالها، خارجة في الشارع، الكلب ديالها كيقضي حاجته الطبيعية. إذا بالمرأة كتجبد واحد الميكا وكتجمع داك فضلات ديال الكلب وكتحطو في ميكا إلى أن ترميهم في سلة النفاية. انا فاش شاد المشهد يا اخواني الكرام طرحت عده اسئله. علاش هاد الناس كيديروا بحال هكا؟ علاش حنا ماشي بحالهم؟ ما كنديروش بحالهم؟ واش هاد الشيء سببه واحد التفاوت في الجينات بيننا وبينهم، اولا سببه واحد العبقريه، اولا واحد العمل دؤوب كيقوموا به هاد الناس في توعيه مواطنيهم وحنا ما كنديروش هاد الشيء، اولا كاين شي عوامل اخرى كتخلي هذا الفرق الشاسع الحضاري بيننا وبينهم. لكن الاخوان خليوني نركز على في هذا المشهد. هذا المشهد هذا اللي جنا ديال هذه المراه اللي كتجمع البراز ديال الكلب ديالها كي يعطيك ممكن انه يلخص مفهوم الديمقراطيه. ما علاقه تبرز الكلب بالديمقراطيه؟ العلاقه هي كالتالي. هنا في المانيا كانت كما كنشوفوا كاينين واحد البواطات كحل بحال هكا والرماديين فيهم واحد الميكات، ميكات كحل. هذوك ديال اش؟ هذوك ديال الناس اللي عندهم الكلاب. الناس اللي عندهم الكلاب كيخرج يتنزه بهو الكلب ديالو، الكلب غادي يقوم بديك الحاجه الطبيعيه ديالو، فهذاك صاحب الكلب او صاحبه الكلب ملزم انها او ملزمه انها تجبد ميكا وتجمع هذيك الفضلات. ما كاينش شي واحد كيراقبهم الا ضميرهم. هنا كنشوفوا واحد النوع ديال التفاعل ديال المسؤولين مع المشاكل ديال الناس. المسؤولين اللي شادين هاد الولايه ولا شادين هاد المدينه او اللي شادين هاد الجماعه ولا الى اخره، اللي هما اصلا منتخبين من الاحزاب، قالوا حنا عندنا واحد عدد كبير ديال الناس عندهم الكلاب، وهاد العدد الكبير ديال الناس كيخرجوا يوميا هما والكلاب ديالهم. الكلاب ديالهم ضروري غادي يتبرزوا في الارض. الى جا مثلا كل كلب تبرز في الارض فغادي تولي عندنا واحد المشهد فظيع، واحد المشهد بشع ديال الشوارع ديالنا. فمشاو ابتكروا هاد المساله ديال انهم حطوا دوك البطاط فيهم الميكات باش يشجعوا او يدعموا الناس انهم يقوموا بهذا العمل وينظفوا الارض من داك الفضلات ديال الكلاب ديالهم. اذا هنا قدام واحد المفهوم اخر للديمقراطيه. مفهوم الديمقراطيه هو انك ماشي انت كتختار اي واحد وصافي، وهذاك اللي خد الاغلبيه هو اللي خرج ينظم الحكومه ولا يدير الحكومه ويقول لك انا عندي الاغلبيه. لا، احنا الان امام مفهوم جديد للديمقراطيه. مفهوم جديد للديمقراطيه ان هذاك المسؤول او هذاك الحزب
راه داير بحالو بحال واحد السلعه. ديك السلعه اللي شريتيها المره الاولى وجربتيها وما صدقاتش، المره الثانيه ما كتشريهاش بحال هكاك. اذا الاصلح هو اللي كيحل المشاكل اليوميه ديال الناس، هذا هو الاصلح، انه يكون رئيس بلديه ولا رئيس جامعه ولا رئيس وزاره، هو اللي عنده سرعه في التفاعل مع مشاكل الناس وحلها وايجاد الحلول ليها. بحال هذا الحل اللي هو بسيط ديال هذوك الميكات اللي شنا ديال فضلات الكلاب اللي كيجمعوا فيها فضلات الكلاب، رغم انه مش يعني بالنسبه لنا حنا يعني مشكل تافه، لكن هنا كيعطيك واحد الصوره على العقليه المسؤولين. وكذلك من جهه اخرى عاوتاني واحد الجهه اخرى اللي هي مهمه بزاف خصنا نطرقوا لها، هو ان هذاك المسؤول اللي دار هذه القضيه ديال الميكات ديال الكلاب في الشارع وقدمهم الناس باش انهم اللي عندهم كلاب يهزوا دوك الميكات وينطفوا الفضلات ديالهم، باش هذاك المسؤول ينجح لي هذا الحل، كذلك خص في المقابل يكون عندك واحد المواطن واعي، خص يكون عندك واحد المواطن عنده الوعي انه يحس بالمسؤوليه ويحس بانه مسؤول على نظافه الشارع وانه يمشي يجيب ميكا ويجمع الفضلات ديال الكلب ديالو. اذا خص يكون عندك مسؤول قادر على حل مشاكل الناس، مسؤول عنده سرعه كبيره في التفاعل مع مشاكل الناس وايجاد حلول ليها، وفي المقابل خص يكون عندك واحد المواطن عنده وعي وعنده ضمير باش يساعد هذاك المسؤول في حل المشاكل ديال الجامعه ولا المشاكل ديال الولايه ولا المشاكل ديال المنطقه اللي هما ساكنين فيها. دابا المشكله هي ان احنا ما عندناش مواطن واعي، وكذلك احنا ما عندناش مسؤولين قادرين على حل المشاكل ديال المواطنين، ما عندناش مسؤولين عندهم السرعه في التفاعل مع مشاكل المواطنين، ما عندناش مسؤولين كذلك عندهم ابداع في حل مشاكل الناس. اذا حنا امام واحد المعضله كبيره كتشبه ديك المعضله ديال من سبق، واش الدجاجه ولا البيضه. اذا واش المسؤول هو اللي خصو يقوم بمجهود توعوي وتربوي باش يخلق لنا مواطنين واعيين عندهم ضمير، او لا هذوك المواطنين خصهم يجوا لنا مسؤولين عندهم عبقريه في حل مشاكلهم؟ لان لك المسؤول كذلك راه كيجي من الشعب. اذا شكون اللي غادي يكون الاخر؟ واش الشعب غادي يكون المسؤول او المسؤول غادي يكون الشعب؟ هذه هي المفارقه ديال الدجاجه والبيضاء. انا صراحه مازال ما لقيتش ليها الحل، مازال كنفكر فيها، ممكن مستقبلا ان شاء الله انني ندير شي فيديوهات ونطرقوا لهذه المساله ديال شكون اللي غادي ينتج الاخر، واش المسؤول هو اللي غادي يخلق لنا مواطن راقي، مواطن واعي، مواطن مثقف، او لا الشعب هو الذي ينتج لنا المسؤول اللي عنده اخلاق، المسؤول اللي عنده ضمير، المسؤول اللي عنده قدره على حل مشاكل الناس، المسؤول اللي عنده تفاني في خدمه وطنه وخدمه شعبه. اخواني كنتمنى ان هذا الفيديو ينال رضاكم، كنتمنى انه يعجبكم، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس، فهذا واحد النوع ديال الدعم هي اللي كيخليني دائما انني نفكر باش نخرج لكم فيديوهات مفيده. تحياتي لكم اخواني، ولنعاود فيديو جديد، وشكرا، تحياتي.